كان قد درب كذلك أيضا الإنتر ولكن ليس لفترة طويلة. بعد ذلك طبعا أقيل بعد الخسارة في المباراة الأولى في الأسبوع الأول أمام ريجينا. هذه كرة خطيرة خطيرة، كرة هدف، جول جول يسجل للإنتر. الإنتر يتقدم بعد 16 دقيقة في جدية واضحة، في تعامل إيجابي من جانب الإنتر في بداية المباراة، وبالتالي ريكي ألفاريز، ريكي ألفاريز يسجل هدف الثالث في هذا الموسم. جدية واضحة، جدية كبيرة من جانب الإنتر في التعامل مع ظروف المباراة. الكرة الرأسية وعلى القدم اليسرى بدأت هكذا الكرة بالرأس من رودريجو باراسيو. وبعد ذلك تأتي أندية أودينيزي، تورينو، كالياري، سامدوريا، ليفورنو، جنوا، وكاتانيا، بولونيا، وساسولو الفريق القادم من الدرجة الثانية، وأخيرا نادي تليفو موجود. وهذه كرة خطيرة، جول جول، هو دينيس، دينيس دينيس في شباك الإنتر، يزور شباك الإنتر للمرة السابعة، اختصاصي كبير، اختصاصي كبير في مباريات الفريقين، يسجل الآن 7 أهداف في شباك الإنتر. وبالتالي الكرة الرأسية الماضية مرت ولكنها ما مرت من جانب الأرجنتيني الخطير دينيس. بينه وبين والتر سامويل الاعتلاء.